قبل ما يروح كريستيانو رونالدو للدوري السعودي ما حدا كان متوقع هذا السوق الخرافي من أندية الدوري السعودي ولا حتى في الأحلام. إنك تجيب كل هالنجوم إن كانوا شباب ولا فوق الثلاثين اللي حتى 90% من أندية أوروبا ما يقدرون يتعاقدوا معاهم، ومع ذلك وصلوا للدوري السعودي. والأكيد إنه أحد أبرز أسباب وصولهم للدوري السعودي هو وصول كريستيانو رونالدو أولاً. يعني بما إنه أسطورة مثل كريستيانو رونالدو راح للدوري السعودي، فأنا اللاعب اللي أقل منه ليش لحتى ما أروح للدوري السعودي؟ حتى لو كانت بيئة مختلفة ودوري مختلف وكل شيء مختلف، بس خلاص بما إنه رونالدو راح فأكيد راح يمهد الطريق ويسهل وصول باقي اللاعبين إلى الدوري السعودي، وبذلك فتح كريستيانو رونالدو الباب لباقي اللاعبين، وتحديداً اللاعبين اللي كانوا متخوفين نوعاً ما من هذه الخطوة. هاي المقدمة هي إسقاط على اللي عمله محمد صلاح. أكيد أغلبكم إذا ما كان كلكم شاف الفيديو اللي نزله محمد صلاح على صفحته بوسائل التواصل الاجتماعي. لما واحد بقوة محمد صلاح يتكلم فأكيد الكل بعده راح يتجرأ ويتكلم، واللي لسه ما تكلم وخايف انه يتكلم اكيد حتى راح يرجع ويطلع ويتكلم بعد ما تكلم صلاح. نعم الفيديو كان متأخر من محمد صلاح، ولكن ان تصل متأخرا خير من ان لا تصل ابدا. وصوت شخص مثل محمد صلاح مهم جدا جدا. ليش مهم جدا جدا؟ مو بس لانه صوته راح يوصل لمئات الملايين، مو بس لانه أسطورة وقدوة للعديد والكثير من الاشخاص البالغين الاوروبيين وحتى الاطفال الاوروبيين، مو بس عشان يفتح الباب للمؤثرين اللي لسه حتى ما تكلموا سواء فنانين ولا رياضيين ولا الى اخره اي مؤثر، ولكن لانها حرب اعلامية مثل ما هي حرب على الارض، والكلمة مهمة جدا جدا واكيد ما لازم نستهين فيها. ممكن يكون كلام محمد صلاح ما عجبك او كلامه حسيته انه ركيك، يا سيدي حتى الاكسنت اللي طلع فيه يعني فاجئني، ولا تقول انه صار له سنين قاعد وعايش ببريطانيا، بس اكيد انه الاهم انه صوته يوصل للغرب، وهذا الصوت يعتبر في صالح القضية الفلسطينية، وهذا الصوت يوصل للملايين في الغرب وهو المطلوب. أيا كان المؤثرين في الوطن العربي فتأثيرهم أغلبه يكون داخل الوطن العربي. أقوى مؤثر في العالم العربي اللي ممكن يسمعونه الغرب أكيد هو محمد صلاح، والحمد لله وأخيرا تكلم صلاح في النهاية. عادي طبعا يحق لك تنتقد كلامه، يحق لك تشوف انه كلامه ركيك whatever، تأخر ايا كان، ولكن في النهاية تكلم، وحاليا هو يعتبر انه في صفك، ونرجع نقول وهو المطلوب. مثل ما طلعوا مؤثرين ورياضيين في اوروبا مثل زينشينكو، كورتوا، ليبرون جيمس، فكان لازم على صلاح انه يطلع ويقول الحق، ومو مطلوب منه الا انه يقول الحق، كلمة الحق هي المطلوبة منه. كان واجب على صلاح انه يوقف مع الناس اللي طلعوا للعالمية. أكيد بعد توفيق رب العالمين ومجهوده اللي ما ننكره، بس دور الناس والشعب العربي كان كبير جدا في تألق صلاح. يعني الجمهور العربي كان يفوت يصوت لصلاح على أي شيء حتى من دون ما يعرف التصويت على إيش، إن كان أفضل هدف ولا لاعب الشهر ولا أفضل لاعب بالتشامبيونز ليج، أيا كان تصويت في صلاح الكل يفوت ويصوت لصلاح، وهذا الشيء ابدا ما حدا ينكره، ولازم نفسه صلاح ما ينكر هالشيء. اللي يعرفني وسمع رايي من قبل يعرف اني انا كنت مع انتقال محمد صلاح لنادي الاتحاد السعودي لعده اسباب. اولها انا متاكد انه الانجليز راح يقلبون عليه مع اول هبوط لمستوى، وانا هون اتكلم عن الصحافه الانجليزيه مو عن جماهير ليفربول. جماهير ليفربول اكيد يحبونه، ولكن مع ذلك راح تشوف نسبه كبيره من جماهير ليفربول نفسهم راح يطالبون برحيل محمد صلاح أول ما يهبط مستوى، اللي جماعة يقول لك أنا مع النادي والأهم هي مصلحة النادي، فيعني إحنا نحبك مثلا بس مع السلامة، خلاص هبط مستواك الله معك. فيديو محمد صلاح حتى لحظة تصوير هذا الفيديو على منصات إكس وإنستغرام عدى، يعني أنا شفته يمكن من ساعة حتى مو حضرت هذا الفيديو، على إكس كان معدل 129-130 مليون، وإنستغرام أكيد رقم يعني شفته يمكن العصريات كان حدود 30-40 مليون، بالرغم من أنهم هم المتحكمين بالسوشيال ميديا. شوف هالأرقام، بالرغم من أنهم المتحكمين بالسوشيال ميديا، يعني رغم كل هالعقبات عم يوصل الصوت. وبالحديث عن السوشيال ميديا والإعلام، أنا مستغرب ليش لحتى نخلي دقننا أو لحيتنا بيدينهم مثل ما يقول المثل، ليش ما تطلع
تطلع شركة من الشركات العربية وتفتح منصة حرة خوارزمياتها صحيحة وما يكون فيها أي تلاعبات موجهة. أعرف أكيد أنه الكلام مو بهاي السهولة وأنه نوعا ما نظري، بس صدقوني راح تفرق معانا كثير نحن العرب لما نسحب عليهم، وهم نفسهم راح تفرق معاهم لما يقل عدد المستخدمين عندهم. ولا تروح بعيد، لك في الصين أكبر مثال. ترى الصين لا عدا فيسبوك، لا عدها إنستغرام، لا عدها هذول الميتا فيسبوك ولا اليوتيوب ولا أي شيء، عندهم منصاتهم الخاصة فيهم. يا ريت بس إنه يصير هالشي، هذا حلم، ولو إنه يعني أكيد مثل ما قلنا صعب أو كلام نظري، بس ليش لا؟ ليش لحتى نخليهم هم المتحكمين بالإعلام؟ وأخيرا وليس آخرا، أهم شيء من إيصال صوتنا هو إيقاف القصف والمجازر بحق أخواتنا الفلسطينيين، الضغط على العالم لحتى توقف ماكينة الدمار والقتل والتشريد. هذا هو الأهم، الأهم هو وقف الحرب. بعد ما توقف الحرب أكيد التوصل إلى حلول، وهاي أكيد لا من اختصاصي ولا أفهم فيها ولا راح أحكي فيها. الأهم هو إيقاف الحرب والدعاء لأخواتنا في فلسطين. الله يحميكم جميعا.